السيد تركيس تشوبريان محلل الأسواق العالمية في مجموعة إكويتي. أهلا بك معنا سركيس وشكرا على وجودك. يعني هذا القرار الذي شهدناه من الفيدرالي ربما كان متوقع، كيف منهجية ربما قد يعني يتبعها ربما بنك إنجلترا المركزي بالفترة المقبلة وتثبيت لأسعار الفائدة؟ أهلا، بالفعل يوم أمس شهدنا تثبيت البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياساته النقدية، لكن حصلت بعض المستجدات التي كانت نوعا ما متوقعة في الأسواق المالية، حيث تم التلميح إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ بتقليص برامج شراء خلال الشهرين المقبلين ويستمر ذلك حتى منتصف عام 2022. والمستجدات التي حصلت هي بأن الفيدرالي الأمريكي ألمح بأننا ربما نكون أمام احتمالية رفع الفائدة خلال النصف الثاني من العام المقبل. لكن بالحقيقة يجب أن نأخذ الموضوع من وجهة نظر أخرى، رغم أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أشار إلى بدء تقليص برنامج شراء الأصول خلال الشهرين المقبلين، لكن في نفس الوقت لا يبدو أبدا بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مستعجل في ذلك، خصوصا مع تخفيضه لتوقعات النمو من 7% إلى 5.9%، لكن في نفس الوقت رفع من توقعات التضخم إلى 4.2%. فالفيدرالي الأمريكي وأغلب البنوك المركزية في العالم في موقف لا تحسد عليه، فهنالك مخاوف التضخم، لكن في نفس الوقت متحورات كورونا وبعض المشاكل الاقتصادية المستحدثة بعد جائحة كورونا قد تكون عائق أمام البنوك المركزية لاتخاذ إجراءات من أجل الحد من ارتفاعات التضخم الكبيرة. بنك إنجلترا المركزي سنتابع اليوم أيضا احتمالية تثبيت سياسات النقدية متمثلة بأسعار فائدة عن 0.1%، وأيضا برنامج شراء أصول يصل إلى 895 مليار جنيه استرليني. لكن في نفس الوقت من غير المستبعد أن يبدأ بنك إنجلترا المركزي في الإشارة إلى ارتفاع التضخم وأنه سوف يتخذ إجراءات ربما بتقليص أو إنهاء برامج شراء الأصول، مع احتمالية أن نرى المزيد من الأعضاء يطالبون في هذا الخفض. لكن هنالك ملاحظة واحتمال جيد بأن بنك إنجلترا المركزي يبدأ بتقليص برامج شراء الأصول مع شهر فبراير المقبل من عام 2022، وهذا طبعا بعد ارتفاع التضخم الكبير الذي شاهدناه، حيث ارتفع التضخم في تقريبا أكبر نسبة قياسية من 2 إلى 3.2%، لكن في نفس الوقت الاقتصاد يبدي بعض البرودة في التعافي الاقتصادي. بالتالي البنوك المركزية حاليا في موقف بالفعل لا تحسد عليه، ونلاحظ هذا اليوم أن استجابة الأسواق المالية مع قرار الفيدرالي أمس يبدي ملاحظتها بأن التحفيزات الاقتصادية قد تستمر لفترة مطولة حتى مع تقليص برامج شراء الأصول، حتى مع توقعات رفع الفائدة النصف الثاني عام 2022. فالأسواق المالية بدأت تفهم بأن البنوك المركزية ستستمر في تحفيزاتها الاقتصادية رغم تقليصها بشكل بطيء جدا. نعم، لكن الذهب يعني سركيس واضح أنه عم يتلقى مزيد من الضغوطات حتى هذه اللحظات، على الرغم من مخاوف ارتفاع مستويات التضخم، وكما سمعنا من جيريم باول أنه قد تبقى المستويات بحدود 2% للفترة المقبلة. ما العوامل اللي عم تضغط اليوم على الذهب؟ هل قوة الدولار هي العامل الأساسي أم هناك عوامل أخرى؟ هنالك موضوع مهم يجب النظر له عندما نتحدث عن الذهب والتحركات السعرية. الذهب بحد ذاته لا يدر عائد، والمتداولون والمستثمرون في الذهب يستهدفون في العادة الفروقات السعرية، ومع توقعات أن يتم رفع الفائدة في عديد من البنوك المركزية خلال عام 2022، وهنا أخص بالذكر فيدرالي أمريكي، بنك إنجلترا المركزي، بنك كندا، أستراليا ونيوزيلندا، كلها قد تفتح المجال لمزيد من الفرص والبدائل عن الذهب للعديد من المتداولين إن كانوا باحثين عن الملاذات الآمنة أو على بعض العوائد الثابتة. بالتالي تأثرت أسعار الذهب سلبا. يوم أمس لاحظنا أن أسعار الذهب ارتفعت إلى مستويات فوق 1780 دولار، لكن سرعان ما عاودت الانخفاض والاستجابة لارتفاع الدولار الذي حصل يوم أمس. واليوم مع عودة بعض الانخفاض في الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات لا نستطيع أن نلاحظ هذا العزم الكبير في أسعار الذهب، مما يوضح بأن المتداولون حاليا يبحثون عن فرص بديلة. أما بالنسبة للتضخم فرغم ارتفاعه حاليا، لكن العلاقات ما بين أسعار الذهب والتضخم هي علاقة مع توقعات التضخم، وتحديدا لتوقعات 5 سنوات. وحتى مع أن مستويات التضخم حاليا مرتفعة وتدعم طلب الذهب،
لكن التوقعات المستقبلية للتضخم ما زالت ضاغطة نوعا ما على أسعار الذهب، مما يجعل أي ارتفاع في الذهب يبدو محدود مقارنة مع استجابة الذهب لأي مؤثر أساسي يدفع الأسعار للانخفاض. نعم، ولكن أيضا عم نراقب اليوم أسعار النفط، يعني وهذا الارتفاع اللي حدث بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة واللي شهدنا فيه انخفاض بالمخزون بأكثر من 3 مليون برميل، هل نتوقع مزيد من الارتفاعات سركيس أيضا على النفط للفترة المقبلة؟ بالفعل هنالك احتمالات جيدة أن نشهد بعض الارتفاع أسعار النفط، لكن لفت نظري بأن هنالك بعض الإشارات من دول أوبك أنها تشير بأن أسعار النفط حول 70 دولار هي المستهدفة لدعم التعافي الاقتصادي، وهذا الأمر مهم جدا، فارتفاعات أسعار النفط إن استمرت وبشكل سريع ربما ستكون معيقة للمستهلكين. يوم أمس أظهرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض المخزون الأمريكي التجاري إلى 414 مليون برميل، وهذا أدنى مستوى منذ تقريبا 2018، بالتالي نلاحظ بأن هنالك انخفاض في المخزونات، لكن لفت نظري أيضا موضوع الطاقة التشغيلية للمصافي حيث انخفضت إلى 87%، هنالك بعض التحسن في الطلب العالمي، لكن حتى منظمة أوبك تتوقع أن التعافي في الطلب بشكل تام حتى يعود لمستويات ما قبل الجائحة سيكون في عام 2022، بل تتوقع أيضا أوبك انخفاض النمو والتعافي في الطلب العالمي على النفط خلال الربع الرابع المقبل من هذه السنة، بالتالي هنالك احتمالات بارتفاع النفط مترافقة مع بعض الملامح في انخفاض المخزون، بعض الآمال في تعافي الطلب العالمي، لكن الارتفاعات قد لا تستمر لفترات زمنية طويلة، بل أعتقد بأن أسعار النفط ستبقى أقرب في نطاقات محدودة. لو تحدثنا عن النفط الأمريكي الخفيف 70 75 أو 76 دولار قد تكون نطاقات مناسبة، عقود برنت مستويات قد تصل إلى 75 و80 دولار، لكن استمرارية الاتجاهات الصاعدة قد تعيق نمو وتعافي الطلب على النفط وتعيق النمو أيضا في الاقتصاد العالمي، مما قد يبقي على محدودية نوعا ما على الاتجاهات الصاعدة لأسعار النفط، خصوصا مع استمرار أوبك برفع الإنتاج تدريجيا. نشكرك سركيس نزار محلل الأسواق العالمية في مجموعة إيكويتي جروب، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.